دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتفتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني للطلاب اللي تخلفوا عن تسجيل بياناتهم في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية صناعي، تجاري، زراعي وفندقي للعام الدراسي 2023-2024. النهاردة هتنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة فنية للأطفال عن أعياد الربيع وشم النسيم. بتتضمن الورشة أشغال فنية لتلوين البيض تم استخدام فيها الخامات الطبيعية وأزهار شم النسيم، وبيتخللها عرض فيلم تسجيلي عن احتفالات عيد الربيع. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة. هيلتقي أرسنال مع بيرنموث في تمام الساعة 2:30 ظهراً، وفي تمام الساعة 5 هيلتقي كل من برنتفورد مع فولهام وبيرنلي مع نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد مع نوتنغهام فورست، وفي 7:30 هيلتقي مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون. لعشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي فاركو مع الإسماعيلي في تمام الساعة 4 عصراً، وفي تمام 7 مساءً هيلتقي الداخلية مع سيراميكا، في نفس الوقت هيلتقي الأهلي مع الجونة.